أن تعزله، والمتابع والمتلقي لا تستطيع أن تعزله عن المحيط، فهو يتابع كل الوسائل الإعلامية العربية والعالمية، فهي رسالة توعية وطنية بالدرجة الأولى، هي موجهة للصحفيين حتى نميز ما هو خطاب الكراهية. وتعريف خطاب الكراهية باختصار شديد هو الخطاب الذي يعكس حقدا على الآخر، نيلا من حقوق الآخر، الذي لا يعكس احتراما للآخر، ويؤدي إلى التحريض بإيذاء الآخر. الورشة كتير مهمة لكتير إعلاميين، وأنا بفضل لو بالمستقبل تتكرر أكثر مع إعلاميين مختلفين. هلا هذه الورشة زي ورشات زي هيك بيعملوا توعية قديش نحن كصحفيين وإعلاميين مؤثرين على الناس اللي حوالينا. إحنا بنعرف إنه السوشيال ميديا لما دخلت، بالذات مع خطاب الكراهية اللي استخدم السوشيال ميديا بكثرة، خلت الناس أجزاء وألوان، خلت الكراهية بين الناس جددتها وعظمتها، وهذا الإشي اللي نحن كصحفيين واجبنا أن نقلل منه بوعينا، ونعرف كيف هو شو هو خطاب الكراهية، كيف يبلش. ببلش من الصوت العالي، من الكلمة. نحن بنعرف أن الكلمة لما بتطلع بعد فترة بتصير سيف تقتل الكلمة. خطاب الكراهية بلش يتزايد في عالم العربي بعد ما يسمى بالربيع العربي وبروز جماعات مسلحة، كان لها دور سلبي على مجتمعاتنا العربية في تزايد خطاب الكراهية. من هنا جاءت ورشة العمل خلال اليومين الماضيين مع نخبة من الصحفيين، التي ناقشت بعض القضايا المحلية والمهمة ودور الصحفيين في مكافحة هذا الوباء. ما هو؟ وكي يعرفوا الفرق بينه وبين حرية التعبير. وهذه أحد المشاكل فيما يتعلق بخطاب الكراهية، هو أنه يتماهى كثيرا مع حرية التعبير. نعم، حرية التعبير مكفولة ومهمة ويجب أن تصان، ولكن حرية التعبير يجب أن لا تصل بنا إلى استعمال وسائل الإعلام للكراهية وإثارة الفتن والنعرات في المجتمع. فهي كانت ورشة مهنية ودار فيها حوار مهم شارك فيه العديد من الزملاء الصحفيين.